عسلامة يا حمامة، معاكم أمل بنسة في أول حلقة من حلقة بعنوان تونس في بير. تونس في بير، نعم تونس في بير، على خاطر عنا قضية عملت ضجة كبيرة في تونس في الإعلام التونسي. شنو قلت؟ 58 حراق ماتوا في البحر، وش خاصك ان عملت القضية هذه ضجة كبيرة؟ الانسان ما عادش عنده قيمة في تونس، الانسان ما عادش عنده قيمة. الضجة هي البوسة، وما ادراك ما البوسة. ايوه البوسة، اي البوسة، اي حسين، وش نقول لك؟ حرب اعلامية ضد البوليس والعدالة التونسية. العدالة التونسية قات كوبل في الطريق العام في سيارة بممارسة الفاحشة. قالك ليه الإعلام التونسي ما عملوا حتى شيء؟ عاملين بوسة صغنونة. تتصور الإعلام يحارب في العدالة التونسية؟ تتصور أنت الإعلام الفرنسي يحارب في العدالة الفرنسية وينقص من قيمتها ويغمي اون كاستيون لي ديسيزيون تاعها؟ هذه ما عمرها ما صارت. وانتم الاعلام هذا منين جاي؟ هذا الاعلام منين جاي؟ من انتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار، لا رجوع الى الامام. والله تبارك الله عليه الاعلام. الاعلام التونسي شنو نقول لك؟ ما عندوش حتى صلة بالشعب التونسي، ما عندوش حتى صلة. الاعلام التونسي لا يمثل لا الشعب التونسي ولا مصالح التونسي ولا ثقافة التونسي ولا هوية التونسي. الإعلام التونسي يمثل كان نفسه، الإعلام التونسي يحب كان نفسه، الإعلام التونسي يمثل الغرب، يمثل الغرب ومصالح الغرب واستعمار الغرب، هو مستعمر بالوكالة. واسمعني، وكل جماعة عند الفرنكوفيين ايتام فرنسا شنو عاملين؟ ايتام بكيو يتشكيو، والله برشا عبيت، ويه برشا عبيت. بلاي شوفوا هذيك الفيديو هذيك اللي عاملة بخوبية وروحة ورا مرايات كحل. برشا عبيت انتقدوني على خاطر انا دفعت على البوزة. تيتي دفعت مش على البوزة، دفعت على الطحين على الزنا. نصور انه باش عبيت في تونس، اون فايون لي كومونتير عرفت انه باش عبيت ما تعرفش اللي هي حاجة ممنوعة. بور لي كومونتير البارح معناتها فما برشا عبيد راو الفيديو، ويا يو دو بوزيتيف كوم دو نيجاتيف بيان سور، سي نورمال. مي شنو ما يقلق في الحكاية جوست انه معناتها فما دي سيغتان كومونتير معناتها فيهم كلام خايب برشا، انا جوز ميم با لي دير. والايتام فرنسا عاد ايتام فرنسا يرعشوا 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 قدام فرنسا، خايفين فرنسا باش تنحيلهم الفلوس، تنحيلهم الاعانات. مسكين قالك شنو لطف العماري، قالك شو باش نقولوا لفرنسا؟ هل فضيحه؟ شو باش نقولوا لفرنسا؟ يا تبارك الله، تو مناهي الاستعمار بجهار بهار. شنو اللي قلقني انا في القضيه هذه؟ قلقني انه الاهتمام الكبير، لانه المتهم بين ظفرين فرنسي الجنسية، وتحرك السيد سفير فرنسا وتحركت الناس الكل في تونس. أخشى ما أخشاه أنه غدوة تجيك صفعة من فرنسا وتتريق القضية ويخرج صاحبنا، ووقتها سلم لي على القضاء في تونس. العدالة على ترونشي، عدالة على ترونشي. عدالة قالت لك نو، ما هيش حكاية بوسة، هي كانوا بصدد ممارسة الزنا في الطريق العام، وهذا قانون يعاقب عليه في كل بلدان العالم. حتى في فرنسا عندنا قانون اسمه 222.32، هذا يعاقب على الاكزيبيسيون سيكسويل اون بلان ري. كما سيدة مصرية في المواقع الاجتماعية قاعدة تدافع على تعدد الزوجات، يعني نساء في نساء معناها يشجعوا رجالهم في تعدد الزوجات. والمشكلة المشكلة الكبيرة اللي هي تتوجه للتوانسة
تتوجه للتونسيات قالت لهم علاش انتوما علاش انتوما ما ترضاوش بحكم ربي تعدد الزوجات هي حاجة باهية، وعلاش انتوما تؤمنوا بالبعض من القرآن وتكفروا بالبعض الآخر، وانتوما ما تنجموش تكونوا مسلمات كاملات. حزيلو باش نقول لك يا سيدة، راه مجهودك راك عامله معناه مبادره خارقه العاده، مبادره باهيه ضد النعوس ضد العنوسه، اما شو نقول لك مجهودك ماذا بيك توفر لنفسك احسن، على خاطر كانك تتكلم في الحيط كانك تتكلم في الحجر. التونسيات هذوما ما عادش حتى يرضاو باش يعرسوا بالتونسي ولا يرضاو يعرسوا بالعربي. العالم كبير البشبوش حلهم الباب، باب واسع شاسع، قال لهم يا سيدي عرسوا بالبوذي بالغير المسلم بالمسيحي باليهودي بالصهيوني بالملحد، يعني ما فيهاش.